احنا كان اول لقاء مع موسيماني هنا في اول ما جه مصر هنا في قناه النادي الاهلي، كل الناس كانت لامسه قد ايه الراجل ده طموح وقد ايه بيتكلم على الجماهير بصفه خاصه. لا يمكن طبعا من خلال طبعا حوار حضرتك معاه اتكلم انه بيقول ان جماهير النادي الاهلي لا مثيل ملهاش مثيل، لا طبعا ولكن ما تقدرش ترضي 70 مش مليون. هينفع يعني هو ده كمان عنوان، وصعب جدا يا كابتن ترضيهم ازاي؟ طبعا في ناس بتكلمه وفي ناس بتبعت له وهو يعني بيسمع، بس قال لي لو انا قعدت اسمع لكل واحد مش هشتغل. صعب طبعا طبعا اكيد. قال لي لا انا عندي شغل بقى اعمله وجهد كبير يا جماعه، انا ليا 5 شهور ماليش 5 سنين. وخلي بالك 5 شهور زي ما هو قال يا استاذ محمود، يعني الواحد برضو عنده خبرات تدريبيه، ال5 شهور كلها تلاحم من مباريات على مستوى عالي جدا، جه على بطوله افريقيا ربنا وفقه وراح راجع هو عمل فتره على اعداد يا الكاس، كابتن؟ ما عملش ما فتره عملش اعداد مع فتره الفرق؟ اعداد مع ما ده اللي بيقول، يعني اللي بيقول له مع حضرتك انه لسه مع مش دي الكوره اللي مش هو دي عايز الكوره يلعبها، اللي ايوه يعني مش ده ليه بقى؟ الكوره اللي عايز انا يلعبها لسه. هقارنك بيه والناس بتحطه في مقارنه مع مانويل، المقارنه الظالمه. مانويل لما جه في التجربه المرحله الاولى مع الاهلي اللي كانت من 2001 ل 2002، جه برضو كان الاهلي عنده مرحله انتقاليه بعد سيطره على مسابقه الدوري صحيح 7 مواسم متتاليه وبطوله كاس وابتعاد عن بطوله افريقيا والكلام ده، بدات الامور ترجع انك انت ترجع لافريقيا بالتدريج، بطوله مظبوط غايبه عنك 14 سنه. بدا الاهلي يكون فرقه، خسر الدوري لكن كسب بطوله ايه؟ دوري ابطال افريقيا 14 سنه، وكان برضو عمل فتره اعداد انا كنت موجود فيها، صحيح يعني كنت مرافق الفرقه فيها في البرتغال اكتر من 3 اسابيع ولعب مباريات ومذاكره. وعلى فكره مانويل برضو بذل جهد كبير جدا عشان يعمل لك النقله بتاعه الكره اللي هو عايزها برضو، يعني ليه فلسفه ما فيش شك. وكان في بعض الانتقادات حتى من انتقادات طريقه حاده، شوف النتائج، واول مباراه بالظبط في مسابقه الدوري خسر وبتاع وعمل وحصل اترجى وكل اسبوعين ثلاثه يقول لك انا عاوز امشي انا مش عارف مين، لغايه ما كابتن صالح رحمه الله عليه قال خلاص يا جماعه ما دام هو عاوز يمشي خلاص يمشي. لما رجع في المره الثانيه تم بناء بقى الفريق بقى الايه الذهبي بقى اللي هو بدا في يناير 2004، بدات بقى تكوين بقى من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، بدات بوضع مختلف وكمل معاك حوالي 7 سنين، عمل المرحله اللي انت وصلت لها دي الاكثر تتويجا ودوري ابطال افريقيا ده كله الكلام ده ايه مش يعني ايه محتاج ما وقت. كانش محتاج محتاج وقت وقت محتاج وقت. فاعتقد ان هو عنده حاجه، عنده هدف وميزه فيه ان هو بيسمع وميزه فيه انه بيتحمل. يعني برضو حتى انا سالته قلت له الناس بتقول انك انت واقف على الخط بتكلم الجهاز بتاعك ليه يعني؟ ليه بتجيبهم بتشاوره؟ فبالصدفة بتفرج على مباراة ليه امبارح، يعني ايه؟ مباراة كده فجبتها من احد المباريات، لقيته برضه بيتكلم في جنوب افريقيا لما كان مع سان داونز نفس البتاع. فبقول له ايه يعني انت لما سألته السؤال انت ايه يعني ايه الفلسفة؟ قال لي ما لازم اللي ورايا دول يكونوا عايشين معايا ويحفظوا اللي هينزل يقولوا له بص انت نازل ليه؟ عشان الطالع ده عمل اخطاء 1 و2 و3 و4، امال هم قاعدين ورايا يعملوا ايه؟ فانا بتكلم معاهم بقول لهم شوف بص فلان عمل ايه، بص فلان عمل ايه، ما انا اتكلم مع نفسي. يعني عاوز اقول برضو رد مقنع، يعني برضو هو في حاجه، هو طبيعي في حاجه في دماغه هو برضو حافظها برضو، بيدخل الجهاز المعاون معاه بشكل كبير جدا. التعاون ما بين المدير الفني والجهاز المعاون اعتقد على ده مستوى لازم عالي جدا، هم عيونه على فكره، ده كاركتر، ده شخصيه مدرب كده. في مدرب تاني ممكن يكون متفق مع الجهاز المساعد ما حدش يقوم ما حدش يكلمني، وهو اللي يقول مثلا قوم ده سخن. فكلها كاركتر وشخصيات مختلفه من المديرين الفنيين، اني احسن واني اوحش اعتقد ده بيبقى نتائجه جوه الملعب، نتائجه وفي صالح الفريق يا كابتن. يعني انت ايه زي ما انت بتقول حضرتك في مدير فني ممكن يبقى دكتاتور في قراره فبيكلمش حد بالظبط، في فتيجي تطلع النتيجه اقول لك ايه ده ما بيسمعش لاي حد، هو ماشي بدماغه مش هيتقال كده، لا هيتقال ده. طيب لما هو يعمل كده مثلا وبعيش الناس معاه برضه هنطلع يا عم والراجل ده عامل حفله على خط المرمى كده بيعمل ايه؟ لكن هو متعود على الحكايه دي وبعملها وبيعملها، كان مع جهازه برضه في سان داونز، فواضح ان هو ايه في حاله من ايه من التفاهم. الحوار راح وجيه كتير يعني معاه، طبعا ابدا اعجابه بال هو قال انه يعني ربنا وفقه ان هو عمل حاجه تاريخيه ما حصلتش وصعب تحصل اي مدرب، ان انا لما جيت النادي الاهلي من سان داونز كنت عامل 3 بطولات في نص السيزون، ولما جيت الاهلي دلوقتي عملت 3 بطولات، فانا عامل 6 بطولات في السيزون واحد. ماشي، ولسه عندي ان شاء الله بطولتين السوبر، ماشي هعمل عندي 8 بطولات ان شاء الله، فيبقى عندنا شفت بقى توفيق ربنا
انا مش هدعي العبقريه، لا انا بجتهد وهشتغل ومش هبطل شغل وبحب شغلي وهعمل واحاول ان انا اعمل حاجه تبسط الجمهور واعمل كوره الناس تحبها، وده اللي احنا هنوصل له. بس مش يعني عاوز الناس تديني بس بالراحه عليا، هو كلام بالراحه يعني بلاش على طول. انت مش انا ما معيش عصايه سحريه عشان لسه الاهلي الحقيقي من وجهه نظري ما ظهرش، ما اداش المعنى اللي الراجل الراجل في منتهى الموضوعيه، بالرغم ان انا في وجهه نظري انه محقق نجاحات لغايه دلوقتي على مستوى عالي جدا. ما هو النجاحات دي مش عاجبه، ما انت بتدي قيمه للي يعني مثلا الانتقاد الايجابي مقبول طالما في نقد بناء وانت بتتكلم، لكن النقد من اجل النقد ان انا عاوز اشوه او ان انا اقلل او ان انا اجرح، ده امر في غايه الخطوره، لانه الجمهور له عينين. خلي الحكم دايما في مقياسك، الجمهور مش هتقدر تضحك عليه. تضحك عليه ازاي؟ مش هتقدر. الكلام اللي انت تطلع تحسب عليه، هتقول النهارده تقول عكسه بكره، هيتقال عليك انك انت ايه؟ لا تمتلك مصداقيه في التناوب. صحيح. اي مدرب عنده طموحاته، قد تصطدم الطموحات بقدرات لعيبته. في شك. طبعا قد تصطدم، يبقى مدرب نص ونص ولعيبه على كفاءه فيكسروا الدنيا. خلي بالك، وفي كثير من المدربين لو حكينا في التاريخ وجبناه من الاول هنتكلم على حاجات وعلى مفاجات بتحصل، لانه الكوره مش مضمونه. يعني ايه؟ ممكن لما تقفل معاك وتبقى مشكله، لانه برضو ده كمان ده مهم جدا، وبيدل الراجل لما بيتكلم كده. هو تاني هنرجع لنقطه ان هو يعني ما كانش عنده الوقت الكفايه انه يقعد مثلا مع اداره الكوره او لجنه التخطيط ويقول لهم والله انا السيزون الجاي عايز 1 2 3 من صفقات، وعنده وقت شويه انه يعمل شويه الكوره اللي بيتكلم عليها، الكوره الجميله اللي بيتكلم عليها، اللي جزء منها انا شايف انه جزء منها اتحقق لكن مش على مستوى او على مستوى طموحه. ده محتاج وقت ومحتاج شويه نفس، ما تلاحم المباريات وتلاحم البطولات وتلاحم المنافسات مش مدياله حتى الوقت انه يحقق حتى طموح الجماهير اللي هي مش عاجبها الاداء لغايه دلوقتي، يقول لك لا في اداء احسن، في ممكن تغييرات وممكن تشكيل. فالراجل محتاج وقت عشان ينفذ ده. انا سالته برضه سؤال، قلت له على عدم ثبات التشكيل خاصه في الخط الامامي. من الاسئله الحاجات اللي طرحتها، قلت له يعني انت خط الخلفي خلاص امنت المنظر، يعني في عندك شكل، لكن انت قدام مش الناس مش عارفه انت مره تلعب بكذا ومره تغير بكذا. فهو رد يعني رد عليا وقال لي يا ريت تسال كورونا هتمشي امتى، عشان يعني ايه يعني انت لما يغيب عنك كذا كذا وفجاه تفاجئ، انت الناس دي ترجع لك من كورونا بتاخد وقت عشان ترجع، فتفاجئ باصابات. ها اصابات بقى عضليه يعني. برضو انا سالته عن الاصابات، قال لي بس انت بص كده شوف الاصابات قلت ولا عن الاول ولا لا. قلت له قلت، لو كان عند كان في الفرقه يبقى عندك 10 و11 و12 لعيب غايبين، الوضع دلوقتي بقى مختلف. فاعتقد ان هو برضو ايه عنده يعني ايه ردود، عنده سيستم. انا شايف ان هو مصر وهو متمسك بيه، بيقول انا لسه اطار الفني الكامل انا ما وصلناش ليه، هنحتاج وقت. انت لما بتيجي تكلمني محتاج تدعيمات طبعا يعني محتاج بعض وقت اللعيبة انك انت بتحفظ. انت كويس انك انت بتكلم مع لعيب وتقول له شوف الاخطاء فين وبتديها له ان هو يتفرج عليها بنفسه. لازم لعيبه نفسيه يبقى عندها الاصرار والتركيز ان هي بتروح في الحته دي. انت كمدرب زي المعلم، انت بتعلم وتشتغل وبتصحح الاخطاء. بقى في توفيق وعدم توفيق وفي شغل بيبقى واضح، لكن احنا المرحله الجايه هيبقى عندنا تشكيل ثابت، هيبقى عندنا شغل على حاجات معينه، هيبقى عندنا في كل مباراه انت بقى حسب المنافس اللي انت بتلعبه. لكن اللي حصل في كاس العالم حققنا الهدف منه، احنا خدنا دفعه 10 امتار للامام قدام كده، روحنا في الخبره تديها تعمل لنا رد فعل برضو كويس. ولسه يعني الراجل على ما اعتقد انه يعني عنده شغل كتير، والحوار دار، وهو بعد حتى ما انتهى الحوار يعني وجه لنا اسئله، يعني هو بيسالنا. هو سالكم كمان؟ لا طبعا سالنا انتوا يعني ايه رايكم، ده الكلام ده احنا دار حوار بينا وتكلمنا معاه انه يعني ايه رايكم في الفرقه، طب مين الشكل عامل ايه، طب برضو ردينا عليه بالصوره وتكلمنا عليه. هو بيحب يسمع كمان يعني، هو لا بيسمع، لا بيحب يسمع، لا بيحب يسمع برضو. ممكن جدا اخد بيها ممكن ما اخدش يعني. الزملاء اللي قاعدين قالوا له يعني الاهلي من الميزه بتاعته من الفرق الالتحامات تبقى لازم الالتحامات، الاهلي ما بيخسرش الكره بسهوله، لازم بيجيبها في اسرع من نص دقيقه او دقيقه على الاقل، الكره لازم تكون في حوزته. واقل من كده انت برضو محتاج الجزئيه دي، وحتى اتكلم على جزئيه الامتلاك، امتلاك الكوره والاستحواذ بصوره
اتكلمنا على الفاعليه الهجوميه اللي لازم فيها شراسه وقوه اكبر من كده. هو قال ده الكلام ده كله ده هيجي مع الوقت واحنا بنحاول فيه وبنحفظ وبنركز وبنشتغل. فاعتقد انه انك معك مدرب اكتسب ثقه الجمهور، حقق يعني بطولتين، ثلاث بطولات مهمه، اشتراك كاس العالم عمل نتيجه مهمه جدا، دفعه معنويه ليك، موسم كمان مثقل ومحمل بالجهد والعرق، محتاج شغل ومحتاج تركيز كبير جدا على طول. دوري شوف انت هتروح افريقيا وبعدين ترجع ودوري ويعني، ولسه كمان تصفيات لما ينطلق بقى تصفيات كاس العالم للمنتخب، كل ده هيكون تحميل على الفرق الدوري طبعا على مستوى كل يعني.